السلام عليكم، مساء الخير. مزاد جديد نوريكم الصغيرة هذه، موديل 86 تويوتا MR2 MK1. طبعا تجي غير عادي الماكينة. أقول لكم الآن تخمنوا قدام ولا وراء؟ حقين التويوتا اللي يعرفها أكيد ماكينة خلف. الصبغ مجدد، يوجد ملاحظات في الصبغ، وراح نوريكم السيارة بالكامل. سيارة ماشية 159,000 ميل، وارد أمريكا، عليها لوحات سعودية، مجدد مفحوص. شوفوا الجمال هذا ما شاء الله تبارك الله، صغيرة جدا، راح تكون في مزاد صفقة. طبعا يا أخوان اللي يبغى يشوف الفيديو بالكامل واللي يبغى يزاود ويرفع السيارة على الرافع راح تحصلوه في موقع المزاد اللي هو www.safqa.sa. هنا ناخذ لفة السريع والفيديو بالكامل والصور راح تحصلوها في الموقع. راح نوريكم السيارة بالكامل. ماكينة 4 سلندر غير عادي، في الشنطة هنا اوكي، وفي كذلك عفوا الماكينة هنا، في شنطة هنا زي المستودع الصغير، في شنطة عمامية. كيف تفك من هنا؟ وريهم اوكي، من هنا في قدي، وين هنا؟ هذا الماكينة 1.6 1.6، ماكينة بلدها، صاحبها الحالي طلب قطع غيار من برا من عبد اللطيف جميل، وصلت له قطع الغيار، يعني طلبها طلبية وخذها من الوكيل من هنا. تويوتا يا حبيبي. نوريهم طريقة المخزن اللي هنا، راح تنزل في مزاد صفقة لمدة 4 أيام. حاب تشوف سيارة طبيعية بعد التسجيل يا أخوان. دائما نوضح المقر يا أخوان مو هو معرض أو متحف، جميع السيارات هذه ما نملكها، لعملاء، ويهمنا جدا السيارات اللي توصل عندنا. فالأخوان اللي تواصلوا معنا يبغى يجي يشوف السيارات ما عندنا مشكلة، سجل في الموقع، ادفع التأمين، تقدر تشوف السيارة، تشغلها، تسوق، أبد ما تزود أنت مطمئن. بس المقر ما هو مفتوح والله للزيارات، حفاظاً على السيارات صراحة. هنا في بعض قطع الغيار عندكم، هذه تلبيسة الشنطة، يعني مش ثابتة مرة، بس الربل تمام، لا يوجد مشاكل في الربل. هذه زي الشنطة هنا، وريهم الداخلية. بسم الله أنا فيها تمام صراحة، غير عادي. شغل السيارة، النور من قدام كده، كان من هنا الجزاز هندل يا أخوان. هذه داخلية السيارة، الراديتر، المروحة هنا قدام. في ملاحظة مهمة يا أخوان، يوجد صدى هنا أوكي، تآكل صدى هنا في المنطقة هذه، ومعالجته مش صعبة. الآن نسوق السيارة. سيارة جميلة وحلوة. مساء الخير، والآن راح نوريكم التويوتا MR2 من الأسفل، وراح نذكر لكم جميع الملاحظات. طيب
زي ما تشوفوا قدامكم في بعض الملاحظات هنا في اسفل الصدام، صدى سطحي. طبعا السيارة هذه بالعكس، الشنطة قدام والمكينة ورا، فهنا من الجهة الامامية في العضلات طبعا الامامية، مساعدات، الجلد، المقصات كلها سليمة. عندكم الروديتر ايضا في الامام سليم، لا يوجد بها اي مشاكل. عندكم هنا ارضية السيارة من الاسفل، طبعا صاحب السيارة رشها عازل للصدى، يوجد بعض الصدى السطحي في بعض اجزاء السيارة من الاسفل. هذه الجهة الثانية، راح نرجع ورا نوريكم الماكينة، الماكينة في الخلف. طبعا هذا الجيربوكس سليم، لا يوجد اي تهريبات. عندكم هذا كارتير الماكينة من الاسفل سليم، لا يوجد اي تهريبات. العضلات الخلفية سليمة، العكوس سليمة. عندكم ملاحظة هنا في كمبروسر المكيف، زي ما تلاحظوا في تهريب يحتاج اصلاح الكمبروسر، ايضا يحتاج تغيير كراسي الماكينة زي ما تلاحظوا هنا. عندكم ايضا هذا الكرسي زي ما تشوفوا هنا في مسمار ناقص. العضلات هذه الجهة الثانية سليمة، لا يوجد اي مشاكل. هذا الكنداسة في الخلف زي ما تشوفوا عليها بعض الصدى السطحي لكن لا يؤثر في السيارة. عندكم هذا الصدام الخلفي، يوجد بعض الخدوش زي ما تشوفوا. وهذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الأسفل.